الواقع يعني 8 سنوات من الحرب دمرت ما كان قد أنجز بفضل الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وأهم شيء دمرته هو النسيج الاجتماعي. فاليمن الآن تعيش أو هي جرح نازف في الجسد العربي، ومع الأسف الجسد العربي لم يستعد حيويته وحياته حتى يداوي الجروح اليمن وغير اليمن. ونحن في الوقت الحاضر أمام وضع ممكن أقل ما نوصفه به هو وضع بائس في التاريخ اليمني. وضع بائس ليس بسبب الحرب، الحروب في اليمن، اليمن عرفت حروب سابقة، لكن وضع بائس أن هذه في التاريخ اليمني. وضع بائس ليس بسبب الحرب، الحروب في اليمن، اليمن عرفت حروب سابقة، لكن وضع بائس أن هذه الحرب أدت إلى